طبعا اليوم بالبداية بدي عايد الأرمن الأرثوذكس خصوصا واللبنانيين عموما بعيد الميلاد المجيد يلي اليوم بيحتفلوا فيه، وبالتالي طبعا بدي أقول دايم دايم لأنه اليوم كمان بنحتفل بعيد الظهور أو الدنح أو الغطاس. اليوم في كتير عمادات، أكيد اليوم كلنا منجدد إيماننا وعمادتنا، وأكيد اليوم من امبارح بالليل منقول لبعض دايم دايم، طبعا دايم دايم للمحبة، دايم دايم للإنسانية، دايم دايما للتسامح، ودايم دايم دايما بحياتنا نحن كلبنانيين اخترنا أن نكون مسلمين ومسيحيين بهذا البلد يلي ما بدنا نتركه، معلقين فيه كتير، وكل أمنياتنا وحدة، أمنيتنا يكون بلدنا بأمان، يكون أكيد محيد عن كل ما يجري من صراعات حوالينا، نكون كمان عندنا حكومة حتى مع حكومة جديدة ترضي طبعاً اللبنانيين، هيك بيكون في ساقة أكثر بالبلد ومعه يمكن الأمور كلها بتتحسن، خصوصاً الأمور المصرفية والمالية اللي شغل الكل هالأيام يلي منعكسي على اقتصادنا الوطني وعلى يومياتنا. نحن اليوم مثل كل يوم نلتقى فيكم مع الحل عنا عبر الام تي في، ومنبلش بالمعلومة. كتار تواصلوا معنا خلال الويك اند انه شو صاير بالمي ومقطوع المي خصوصا بساحل المتن. ذكرت انه كان في أصل الخط الرئيسي 1200 يلي بغزي منطقة ساحل المتن وقسم من بيروت تعطل، ولكن اليوم يعني قبل ما أدخل الاستوديو أجت طبعا حبيت كتير أنه مؤسسة مياه بيروت جبل لبنان أنجزت إصلاح هذا الخط اللي بغزي مثل ما قلنا ساحل المتن وبيروت، كما أعلنت أنه تم فجر اليوم إصلاح هذا العطل يلي طرأ من 3 أيام يلي بيتغذى من محطة دبي الرئيسية ويعمل في توريد المياه إلى محطات ساحل المتن وخزانات تلة الخياط وبرج أبي حيدر ببيروت. مؤسسة مياه بيروت جبل لبنان أكدت أنه فرق الصيانة اشتغلت بشكل طارئ ومتواصل من ليل الخميس للإسراع في إصلاح هذا العطل ليقع في حفرة بتمتد على عمق 8 أمتار تحت الأرض، مما يجعل ظروف العمل كانت بالغة الصعوبة وسط المناخ العاصف اللي بيشهده لبنان، ولكن فرق المؤسسة تمكنت من إنجاز هذه الإصلاحات في فترة قياسية بعدما استغرق إصلاحه في فترة سابقة أكثر من أسبوع للظروف الصعبة المذكورة آنفا. وأضافت المؤسسة أنه فرق الصيانة بدأت منذ صباح اليوم بردم الخط وإعادة ضخ المياه في الأصات المرتبطة بخط 1200، وأكدت أيضا أنه التغذية ستعود بشكل طبيعي بالساعات المقبلة القليلة إلى المناطق اللي بتتغذى منها المحطات والمخزنات المذكورة، مبدية طبعا أسفة للعمل القسري يلي حصل ومؤكدة التزامها المستمر بتأمين الخدمة الأفضل للمشتركين بأسرع وقت ممكن. طبعا يعني رح توصل المي تدريجيا إذن لكل منطقة ساحل المتن وليلي بيتغذوا من برج أبي حيدر وأيضا من تلة الخياط من خزاناتهم. أنا اللي بدي أقوله بدي أرجع شوي شو صار، اللي عرفته أنه هذا الخط هو خط رئيسي 1200 وخط كتير مهم، الظاهر كان فيه عليه بعض التراويح اللي ما كانت ظاهرة مع كترة الشتاء، عمل من بركة مي كتير كبير وكانت متجمعة كل التراب، كانت يمكن هالتراب هيدا عم بيسد هالفسخات إذا بدول أو هالترويح خليني أقولها، لما أشطت التراب انفجر الخط وهيدا اللي صار. واللي بيّن عن هذا الخط أنه انفجر بالفعل غير المية اللي طلعت هي السيارة يلي فالي باركينج أخذ هالسيارة ليوقفها ووقعت بالحفرة وكان اللي كان واللي صار. من هيك اليوم لما بيصير في ترواحة صغيرة خصوصا على خط كتير كبير كتير من المهم نبادر بالبداية دغري اصلاح ترويحة المي، لانه نحن فتنا بفصل الشتاء وقد ما عندنا حفر الحمد لله مثلنا نعرف الحفره من الجوره من الطريق ما بنشوفها السيارات كلها بتنزل فيها، فالحمد لله قطت على سلامه مع انه كنا بفتره ويك اند واعياد. هلا سترنات اشتغلت شوي مش اول مره، ولكن المهم انه بسرعه قياسيه انجز اصلاح هذا الخط، وهيدي شغله اساسيه مفروض دائما نتعود عليها. شغله ثانيه كمان اليوم قبل ما افوت بالاتصالات واقول للناس انه كمان بدا التيار الكهربائي يرجع لمدينه صيدا
وجواره تدريجيا بعد تأنين قاسي شهدته المدينة من عدة أيام بعد ما أصلحت فرق مؤسسة كهرباء لبنان جنوب العطل اللي طرى على أحد الكابلات الرئيسية المطمورة تحت الأرض بمنطقة تكنة محمد صغيب بصيدا، وتحسن الساعات التغذية اعتبارا من صباح اليوم بمغدوشة وأحياء مدينة صيدا والمية ومية والتعمير وعين الحلوة. وكانت مدينة صيدا شهدت سلسلة من التحركات الاحتجاجية بدأت بقطع طرق المدينة والتجمع أمام مؤسسة كهرباء المؤسسة المعنية بهدف قيام الأخيرة بواجبها وإصلاح العطل، طبعا مكمن العطل. اليوم فينا نقول رجعت الكهرباء ورجعت المي، وهي شغلة أساسية. اتصالاتكم على 04-444-444 بأخذ أول اتصال لليوم. ألو ألو، بونجور. بونجور مدام. مدام ريبيكا. نعم. دايم دايم نعد عليك. دايم دايم لألك ولكل المشاهدين. ميرسي حبيبتي. تفضلي. ليكي أنا ساكنة بطريق دير الصليب القديمة، إلنا ست أيام بلا مي. إيه اليوم؟ اليوم رح تجي المي. اليوم تجي؟ إيه. هلأ بعدني زعت لأنه كان في بعدنا عم بقول. أنا سمعتها بس ما عرفت. أنتو معنيين فيها ساحل المتن، وأكيد يعني المعنية يعني بقنية الجديدة أم تلياس. يلا هلا شوي يعني تدريجيا رح ترجع المي تصلح العطل. اهلا فيك وعليك بالصحه. المي حياه بقو. بالنتيجه ما فينا عطل المي. المي حياه، ما هيدي الحياه. أيوه. والهواء. يلا الحمد لله، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال اخر. الو. اهلا. بونجور مدام ربيكا. بونجور. بدي اسالك عن اللجان تبع صندوق المستاجرين اللي بلشوا ببيروت هون. بلشوا ببيروت جبل لبنان امتى؟ بعد ما بلشوا بجبل لبنان، بس بلشوا ببيروت بانتظار استكمال الامور اللوجستيه. اذا بدك بدهم يلاقوا مكان، لانه مثل ما عرفت في اكتظاظ بشكل مش طبيعي بالجبل لبنان، فان شاء الله يلاقوا المكان اللي تجتمع هاللجان هيدي. واجمال رح تجتمع بعد الظهر كمان، يعني بعد دوام المحاكم العاديه. ان شاء الله هلا مع بدايه السنه بتنفرج الامور اكثر ان شاء الله. رح اذا بلشوا رح تحكي على التلفزيون. اكيد حضر. اكيد ببلغونا وبعطيكم هيدا اكيد. ميرسي كلك. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو. الو. اهلا مدام ربيكا. اهلا، يعطيك العافيه. اهلا فيك. نحن دائما بلبنان كنا نقول بدنا الانسان المناسب في المكان المناسب، وبعدنا بنقولها وبعدنا مصرين عليها. واتضح اخيرا انه بالتشكيله اللي عم بيحكوا فيها بالسوق انه مدام بستاني غيبوها عن مركز الكهرباء لبنان، عن وزاره الطاقه والمياه. وانا بقول وبجزم وكل جرأة من سنه 90 لليوم ما لقينا وزير او وزيره مثل السيدة بستاني. أول شيء عندها خبرة طويلة عريضة من الداخل 10 سنين وأكثر. ثاني شيء عندها جرأة إنها لو تقعد على الطاولة وسيدة لحالها بتواجه 10-15 إنسان وكلنا على مستوى بتحكي. هلا أنا أقول لك شغلة، هيدي المرأة بالنتيجة مميزة. هيدي المرأة لما بحملوها مسؤولية أكيد بدها تعطي. وجربونا، جربوا السيدات وبتشوفوا. أنا بشكرك أكيد ومن إلا يعطيها العافية لمعالي الوزيرة اليوم كمان. بدي أقول لك شغلة، عندي كتير اتصالات. أنا بدي أشكرك وأكيد رح نوصلها لمعالي الوزيرة اليوم. هي كمان عم بتدشن بالمسيلحة البحيرة اللي بلش تعبي مي، وإن شاء الله كمان بتفرج العالم بالمنطقة، وإن شاء الله بيكون عنا حكومة على قدر يعني ما نحن بنتمناه كلبنانيين. سيدات بالبداية ليش لا؟ أهلا وسهلا فيك. بأخذ اتصال تاني. ألو. 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 أهلا مسيو، تفضل. بدي أحكي مع مدام. إيه معك، تفضل. لقى حبيبتي أنا بدي بس هيك مدخلتين صغار كتير. إيه نعم تفضل. أول شيء زعم الكتل النيابية بيقولوا إنه إذا النواب ترشحوا بدو يتغيروا نايب بالكتلة أو نايبين على كتيري. ليش ما أنا اقتراحي، ليش ما بيعملوش قانون ممنوع يترشح عن نيابي أكثر من مرة الواحد أو مرتين 4 سنين بيقدون كأنه إيه دمي
بيخدم بلده وإن كانوا مش آدمي. يلا نحن يعني آدمين على انتخابات بعد سكرسنة إن شاء الله يعني هلا القانون الجديد بيوصف. يعني أنا بحتاركم كتير إيه أهلا فيك أهلا فيك. لقلك شغلي يعني نحن كلبنانيين المجلس النيابي عنا هو اللي بيمثلنا، ولما بيمثلنا يعني لازم هو يشرع كل التشريعات تكون تخدم الناس، ما تكون يعني تشريعات ناقصة أو تشريعات صدق من مادة أولى. ما بدنا استلشاء، بدنا يدرسوا القوانين بشكل كتير معمق وبشغل كتير أساسي، لأنه ما في ولا بلد يعيش بدون قانون، ونحن النواب هن يلي عم بيشرعوا، هيدي مهمتهم الأساسية. يعني مهمة النائب هي التشريع، فنحن بنتمنى أنه أول شيء نبلش بالقانون يكون على قدر الطموحات إذا بدك، ويوصل على الندوة النيابية ناس جايين حتى يشرعوا حتى يخدموا حتى نفتخر إنه نحن انتخبناكم في مكان ما. مش نقول إيه ما انتخبنا ونروح نقعد ببيوتنا نقول مش عجبنا، لا، بدنا ننتخب ولو بورقة بيضة وبدنا نحاسب. هلأ ما بعرف شو رح يكون القانون الجديد للانتخابات النيابية صراحة، نتمنى يكون على قدر الأمال. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو، اهلا تفضلي. الو، بونجور مدام ريبيكا. بونجور. نعم مدام ريبيكا، بليز بدي اسالك، في مدام حكيت من شوي وسالت عن بالنسبه ل المستأجرين. لقلك بس بدي اعرف وين ببيروت. ببيروت ليكي هن مبدئيا في عده مطارح ببيروت، هلا مش قدامي وين اذا بدك بحلقه بكره بعطيكم وين ببيروت المراكز. على كل حال هو اليوم نحن بعدنا فرصة رسمية من بدءا من بكرة، يعني بترجع أكيد العمل وين ما كان بالمحاكم وبكل شيء. بعطيك بحلقة بكرة مبدأه ببيروت. ببيروت بعطيك بكرة بقول لك وين الأماكن يعني يلي رح يكونوا فيها اللجان، لأنه في عدة مطارح. أهلا وسهلا فيك. أنا فاصل ومنتبه. يعني بالبريك اجاني كذا اتصال، خصوصا انه عن تقنين الكهرباء، انه بس ساعتين يعني من العشرة لاتناعش بالليل، فكروا للتنتين. شغلي تاني، اليوم اصحاب المولد الكهرباء عم بيعانوا من عدة امور، منها انقطاع المزود، ما في ارباح، بدهم حدا يسمع لهم، فبتمنى على الوزيرة بستاني تعطيهم من وقتها حتى نشوف كيف بدنا نقطع، لأنه من كهرباء لبنان تقنين قاسي معهم تعودنا عليه، واللي بيغطي هالتقنين هني أصحاب المولدات، فاليوم صاروا سوا أصحاب المولدات كمان عم بيعانوا. فأنا بتمنى، والغاز كمان يعني في مشكلة ظاهر بالمازوت وبالغاز، فامبارح وصلت باخرة بنزين، قالت لنا الوزيرة انه ما تعتلوا هم، بدنا نعتل هم هلا المازوت، لانه المازوت بدنا كهرباء وبدنا يدفوا، خصوصا بالقرى والارياف بهذا التأس العاصف ويلي بكره رح يرجع يكمل. يعني هيدي هي الأزمة يلي ما فينا نحنا نتخبى وراها، فعلى الوزيرة بستاني تعمل جهدها وتشوف شو فينا نعمل حتى نقطع هالشتة وهالمرحلة. نحنا اليوم عيد، وأنا ما بحب مرق ولا مرة بدون ما نوقف شوي بهالوقفة مع بداية السنة اللي بنحتفل فيها دايما بيوم السلام العالمي، وبيجي عيد الميلاد لدى الأرمن الأرثوذكس، وأيضا عيد الدنح أو الغطاس أو الظهور عند المسيحيين. أبونا بولس أزي، بعرف ظاهر من عمادي بمار يوسف جربتا، اليوم الكل في عمادات كتير يعني، ولكن ما في محط بصمي هيك مع بداية السنة. شو أهمية أنه المعمودية، وبالتالي كمان عم نحتفل بعيد الميلاد لدى الأرمن الأرثوذكس؟ دايم دايم ريبيكا لألك وللمشاهدين ولكل المستمعين. شكرا لألك كمان. دايم دايم رحمة ربنا، لأنه ربنا دايم برحمته ومحبته، يوم نعيد بعضنا بهذا الكلام دايم دايم هو حضور الرب، حضور الإلهي بنطلق من عماده بالنهر الأردن، أبونا قرب شوي، قرب تمك شوي على الأباري حتى يطلع الصوت أوضح لو سمحت. دايم دايم هو دايم لأن بحضوره هذا الرب الذي اعتمد على نهر الأردن. نحن اليوم عم نعيد مع الكنيسة الجامعة عيد اعتماد الرب يسوع على نهر الأردن، عيد الغطاس، وهذا وكذلك عم بيعيدوا إخواننا
عم بيعيدوا اخوانا الارمن والاقباط وحتى الروس عم بيعيدوا عيد الميلاد وعيد القطاس سوا، لانه في فكره لاهوتيه من وراء العيد انه يكون مع بعضه. نعم. اولا ببدايه المسيحيه كان عيد البلاد وعيد الغطاس يعني عيد اعتماد المسيح على نهر الأردن وإعلان ألوهيته، لأنه أعلن بواسطة الثالوث الأقدس الآب بالصوت هذا وابن الحبيب له به رضيت، وكذلك حلول الروح القدس بشكل حمامي على هذا الممسوح الذي أتى ليخلص شعبه. من هون الفكرة اللاهوتية أنه نحن عرفناه على نهر الأردن، هو أظهر ذاته، أظهر الآب هذا وابن الحبيب به رضيت، وكذلك حلول الروح القدس من هون يوحنا المعمدان قال هذا هو حمل الله الحامل خطايا العالم، وأنا رأيت الروح القدس يحل عليه، رأيت الحمامة نازلة من السماء عليه. من هون العيدين، أول عيد الميلاد أنه الرب أتى وشعبنا بيقول قد أتى المسيح، وفي شعوب حدنا بتقول لم يأتي بعد، الفرق هو الفعل أتى أو لم يأتي. وكذلك اليوم اعتماد المسيح انطلاقة عند الإنجيلية الأربعة، نقطة انطلاق في حياته العلنية والخلاصية انطلاقا من إعلان الثالوث الأقدس على نهر الأردن بعماد يسوع المسيح. وإذا العيدين كانوا مع بعض، نحن شافوا بجيل السادس تقريبا مع يوستينيانوس انه المسيحيه بعدهم عم بيعيدوا عيد وثني، عيد الشمس ب 25 كانوا الاول. نعم. من هون قال لهم هي شمس حياتنا وشمس الكنيسه وشمس المؤمن والنور للمؤمن، كنت عم تحكي عن الكهرباء، النور للمؤمن هو يسوع المسيح، هو اللي بيضوي حياتنا وهو اللي بيستنير حياتنا. يعني بدنا نشكره على الشمس بالنهار والقمر بالليل، للاسف بدنا نشكر انه نعمه ربنا بعدها موجوده بتشرق علينا الشمس وبتطلع علينا القمر. مزبوط، لأنه ربنا حاضر، حاضر بالطبيعة وحاضر بالكون وحاضر بقلوب المؤمنين اللي بيؤمنوا فيه. من هون نحن بنعرف أنه النار يعني يأتي بعد، بيقول ما يوحنا من يعمد بالروح القدس والنار. نعم. هذه النار المشتعلة هي ذاتها اللي ظهرت لموسى بالعلاقة وبعمود نار كان يظهر للشعب القديم وهو راجع على أرض الميعاد، كذلك جبل سيناء كله كان مملوء نار، ودانيال شبه مجد الله بالنار المشتعلة. فإذا هالنار نار أكلة، وفي العهد الجديد النار هي رمز لحضور الإلهي. إذا كان في ضوء في الله، في إله المنير هذا الكون، من هون عيد الدنح هو عيد الظهور، عيد الإشراق هو عيد اعتلان مسيحانية يسوع المسيح، هذا اللي بيشرق علينا بحياتنا وبضوي حياتنا. وإن شاء الله دايما أبونا منقلك دايم دايم، لأنه كمان الليل الأمس يعني الناس كلها في هيك بعض العادات، يعني مثل ما نفوت على الكنيس بقى في جرن مي، اليوم غبطة البطرك بعزته بالغطاس قال أنه لما نفوت منتبارك من مية الجنر عم نجدد معموديتنا، ولما بتنحني الشجر قاطع المسيح منعجن ببيوتنا، منعلق العجينة بالشجرة، منضوي شموع، منضوي بالليل. قديش هالعلامات هيدي أو هالتقاليد كمان بتعزز روحانيتنا أبونا بولس؟ كل تقاليدنا الموجودة بعيد خاصة الغطاس هي تقاليد رمزية للاهوت هذا العيد. نعم. يعني الإله المسيح اللي نزل وقعد بين الشعب لحتى يتعمد بيتغطس في نهر الأردن، من هوني بالغطاس بيغطسوا زلابية، بيغطسوا المعكرون بالقطر، بيغطسوا زلابية بالزيت، و الغطاس معناته التغطيس. من هون اليوم اذا بتلاقي الشعب الروسي بينزل رغم الثلج بيحتفل على الثلج وبيغطس حاله بعده لهلا بالمي المجلدي. يعني ثانيا التغطيس له دلالته انه هو تنظيف، هو انتقال من حاله الى حاله، انه الانسان بيطلع من وسخه، بيطلع من الخطيه الاصليه بالعماد وبيحصل على الانسان الجديد، هذا إنسان لقيامي، إنسان يسوع المسيح. بنعوني بيقول العماد هو مرور
من الظلم إلى النور ومن إنسان قديم إلى إنسان جديد. وبيرشد بقية العادات أكيد تنحني للمسيح. كل الشجر وكل قوة الكون ومربولس واضح إنه كل ينحني لي والملوك والعظماء ليسوع المسيح، لأنه هذا هو الملك الحقيقي. نعم. وهذا هي الملكية الحقيقية، هو مالك قلوبنا وحتى ومالك حياتنا وحتى ومالك روحنا. الكهنة الكهنة كمان خاصة الزيتوني زيتون الكهنة كمان بتزور البيوت وبتبارك البيوت بمياه العماد، بمياه اليوم يلي بتتبارك مياه الأردن. مياه نعم. الأردن اللي اتعمد فيها يسوع المسيح تباركت وتقدست وقدست كل مياه الأرض، فهو أباء الكنيسة بيركزوا عليها. من هون أهم الأعياد عندنا وأعياد الكبيرة دائما فيها تبريك مي. تبريك مي معناتها هذا الروح القدس اللي نزل بشكل حمامي على يسوع بنهر الأردن هو ينزل على هذه المياه، نعطي هالروح القدس بواسطة المي حتى نطرد الأرواح، نطرد الشر، نطرد الخطية من هيك أبونا، من عيالنا، من مرضانا، من إنه الناس يشربوا من المي يتباركوا فيها يغسلوا فيها. ومثل ما قلت كمان دخولنا إلى الكنيسة، نحن اليوم منعيد مواعيد ونتذكر مواعيد عمادنا، إنه نحن عمدنا بهذه المياه وغسلنا من الخطايا والخطية ومن الشر ومن الشيطان بواسطة المياه. فمن هيك نحن الماي ما عنده الشيطان ببيته أبدا أبدا. أنا بدي أقول لك أبونا بولس أزي دايم دايم أكيد لألك، ومن خيالك بعيد كمان رحبات ماريوسف جربتا ديسي رفقة، وأكيد كل اليوم يلي عم يحتفلوا إن كانوا أقباط أو روس أو أرمن أرثوذكس بعيد الميلاد والدنح كمان، وكل الطوائف اللي المسيحية اللي كمان اليوم عم بتعيد الغطاس، وحتى أقول إنه رح نتطهر كلنا بهذه الماء، وإن شاء الله هالمطر كمان يلي عم بينزل ونزل يكون كمان مقدس على أرضنا ويكون نعمة مش نقمة. وأنا بدي حيي كمان على هالصلاة يلي صارت بأستراليا حتى وقفت فيها كل الحرائق يعني كمان بالعالم. المي شو هي حياة، في كيف إذا كانت مقدسة بأكيد أي أوقات مقدسة مثل هالأيام. شكرا لك ومنتابع الحل عنا عبر الام تي في. اتصال. ألو. ألو. أهلا مدام. بونجور. بونجور. بونجور مدام ربيكا. أهلا تفضلي. أول شيء بعيد عليكي هابي نيو يير. سام تو يو. مرسي. بدي أحكيكي أنا من نيرودا. أوكي. تفضلي. بس على التلفزيون. اسمعيني. أنا عم بسمعك، اسمعيني على التليفون. بدي أقول لك إنه نحن صارنا جمعة بلا ماي. إيه اليوم. اليوم. اليوم تجي الماي. اليوم بدها تجي. اليوم تدريجيا رح ترجع الماي. كان في عطل. لأنه يعني إيه عم بسمعك أنا. لأنه كان في عطل، هذا خط 1200 خط كتير مهم، بيعطي ساحل المتن وبيعطي قصة من بيروت. إن شاء الله الله يسمع لا من يعني. يعني اليوم قالوا لي بعثوا لي بيان من مياه بيروت جبل لبنان إنه تصلح العطل ورح ترجع الماي تدريجيا على المناطق يلي تضررت من خلال هالخط. أهلا وسهلا أوكي فيك. أوكي أوكي، لأنه بتعرفي إيه أكيد المي حياة أكيد. معك حق. رح ياخد اتصال تاني كمان. ما في اتصال تاني في صورة اليوم نشوفها سوا. لحقيقة لما بقول المي هي نعمة مش نقمة، بس مرات بتصير نقمة إذا كانت الأشغال مش معمولة بطريقة صحيحة. وين المراقبة؟ هذا الانهيار حصل من 3 أيام على طريق المنصورية المكلس. قديش بشكل من خطر على الناس، وأنا بتمنى يعني لو كنت في عطلة رسمية كان مفروض ينوضع على القليل شيء حتى يحمي الناس. كمان في انهيار تاني رح شوفه الليل الخميس صار بمروكوز الدكواني، هيدا على الطريق اللي بتوصل لمشروع البدوي، ويلي كمان مفروض انه ينرفع تتقدر الناس تتحرك وتقطع. يعني هودي صاروا باليومين الماضيين، بتمنى يكون اليوم قبل بكرة بلش تصليح حتى الناس ترجع تقطع هالطريق بأمان وسلام. طبعا لقاءنا بجدد بكرة دايما عبر الام تي في
الحال عنا. بجدد معايدتي لكل أصدقائنا المشاهدين من الطوائف من الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية الأقباط والروس يلي عم يحتفلوا بعيد الميلاد، وقال أبونا بولس أزي كمان بعيد الظهور، كمان الطوائف الثانية يلي اليوم كمان عم بتعمد وعم نجدد معموديتنا على أمل تكون سنة خير وبركة ونعمة على كل بيت من بيوتنا. إلى اللقاء بكرة.